سيدي الوزير، قبل أن نختم تؤكدون أن الشباب البطال سيستفيد من منحة البطالة بصفة مستمرة إلى غاية حصوله على منصب شغل؟ بدون شك، هذا أكيد، هذا قرار رئيس الجمهورية وكان قرروا من قبل من هذا، يعني احنا إن ننفذوا كما جاء في القرار، كما راح يكونوا المراسم التطبيقيه راح يعني تنشر عن قريب ان شاء الله. اذا هذا التصحيح هذا داروا رئيس الجمهوريه اعلن عليه من 15 فيفري، هما ملي يتسجلوا على مستوى الشبابيك تاعنا يستفيد من هذه المنحه الى غايه الحصول على منصب الشغل ان شاء الله. والوظيفه ستكون دائمه ان شاء الله. والوظيفه اكيد ستكون دائمه ان شاء الله. نعم، اذا شكرا لكم سيدي الوزير على هذه التوضيحات وعلى حضوركم معنا في نشرة الواحدة. أجدد تشكراتي على الاستضافة. شكرا جزيلا.